وفينا نقول انه هذا العرس هو عرس الموسم المنتظر بمصر، خاصه انه هنا واحمد من ممثلين الشباب المحبوبين، وهذا العرس كان حكى انه تاجل من اخر السنه الماضيه بسبب انشغال العروسين باعمال كانوا مرتبطين فيها. صحي صبحي، طبعا كلنا عرفنا اكيد من السوشيال ميديا امبارح انه كتب الكتاب انكتب، والنهارده ان شاء الله هيكون الفرح في فندق من فنادق القاهره، وهيبقى طبعا حديث الصحافه كلها لانه ماده دسمه جدا ليهم، سبيشلي ان هم كانوا متكتمين على التفاصيل حفاظا على خصوصيتهم. لكن رغم التكتم عن التفاصيل، ترندنج عرف حصريا ان محمد حمائي بيغني في العرس، وايضا قابلنا المصمم سامو هجرس اللي صمم فستان عرس هنا وخبرنا عن تفاصيل اكثر عن رحله تجهيز الفستان. طبعا هنا مش عايز اقول لك قد ايه متعبه، بس هنا دلوعه شويه كده، فكان في توتر كتير جدا، وعالجنا الكلام دوت طبعا في الشغل، وكان في بروفات كتير جدا. احنا كنا بنتكلم في الفتره الاخيره اخر شهرين ثلاثه كل اسبوع كان في بروف. فرحله البحث عن فستان الزفاف المثالي لاي فتاه متعبه، اما مع هنا فاستمرت لحوالي 5 شهور وما زالت مستمره. بدانا كان هي رحل قصه ثانيه، الورود والكلام ده في فستان، عملنا الكلام ده فعلا واشتغلنا، بس الفستان ما وفقش وكانش عجبني كمان انا شخصيا ولا عجبها. بدانا من اول وجديد في حاجه وموضوع تاني خالص، وصلنا الليفل شلنا كل في الفستان بقى فاضي خالص، جينا حطينا فابريكس تاني واشتغلنا من اول وجديد. واكيد لازم يكون الفستان مناسب لشخصيه هنا. يعني هو سندريلا في نفسها، هي شكلها كده ديزني او في نفسها.